بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. مع درس دائما الحساب التكاملي والتقنيات المكملة لتعلم التربية، الجزء السادس في جزئه الثالث مع تطبيق رقم 3. إذا محتوى التمرين، إذا أحسب التكامل من 1 إلى 2، 1 زائد 2 تي عامل لـ إكسبونسيال 1 ناقص تي دي تي. ثانيا استنتج قيمة التكامل إي 2 من 1 إلى 4، 2 زائد 1 على جذر مربع إكس، إكسبونسيال 1 ناقص جذر مربع إكس دي إكس. يمكنك وضع إي تساوي جذر مربع إكس. إذا نمر إلى الحل. إذا هذا التمرين فهو رائع جدا. إذا لماذا؟ إذا لأنه يزاوج بين المكاملة، تقنيتي المكاملة بالأجزاء والمكاملة بتغيير المتغير. إذا بالنسبة للسؤال الأول، إذا لدينا جوج دالتين داخل التكامل، هذا إذا يجعلنا إذا نفكر في تقنية المكاملة بالأجزاء. إذا كما تعلمنا في طبق هذه الوقت السابقة المتعلقة بتقنية المكملة بالأجزاء. إذا نضع U تساوي E دو تي تساوي 1 زائد جوج تي، و V برين تي تساوي إكسبونسيال 1 ناقص تي. إذا هذا يستلزم أن U برين تي تساوي 2، بينما V تي تساوي دالة أصلية. إذن كتذكير إكسبونسيال أ تبليس بي، إذن كدالة أصلية واحد على أ إكسبونسيال أ تبليس بي، أ تساوي ناقص واحد، واحد على ناقص واحد أي ناقص إكسبونسيال واحد ناقص تي. وبفضل تقنية المكملة بالأجزاء، إذن تكامل إي واحد يساوي إي بي، أي واحد زائد جوج جوج تي إكسبونسيال إذن إي تي في تي، أي ناقص إكسبونسيال واحد ناقص تي بين العددين واحد واثنان، ناقص إذا جداء دالة تكامل جداء دالتين جديدتين، إذا ناقص اثنان إكسبونسيال واحد ناقص تي دي تي بين العددين واحد وجوج. إذا نقوم بإخراج ناقص واحد، إذا صورة اثنان بالدالة واحد زائد جوج تي، إذا خمسة، إذا خمسة إكسبونسيال واحد ناقص اثنان أي ناقص واحد. ثم بطبع الحال ناقص صورة واحد، إذا ثلاثة، ثلاثة إكسبونسيال صفر. نقوم بإخراج ناقص جوج بفضل خطأ من التكامل، إذا زائد اثنان تكامل من واحد من جوج، إذا إكسبونسيال واحد ناقص تي دي تي. إذا تساوي دائما، إذا يساوي، إذا خمسة ناقص خمسة إذا تساوي ثلاثة، لأن إكسبونسيال صفر تساوي واحد، إذا تساوي ثلاثة ناقص خمسة على أ، لأن أ ناقص واحد هي واحد على أ. ثم زائد اثنان، إذا تكامل دالة إكسبونسيال، إذا ناقص إكسبونسيال واحد ناقص أ بين العددين واحد واثنان، إذا تساوي ثلاثة ناقص خمسة على أ، إذا زائد اثنان، إذا صورة اثنان، إذا ناقص إكسبونسيال واحد ناقص اثنان ناقص واحد، إذا زائد إكسبونسيال صفر تساوي ثلاثة ناقص خمسة على أ، إذا ناقص اثنان على أ، ثم زائد اثنان، إذا تساوي خمسة، إذا ناقص سبعة على أ، إذا النتيجة النهائية إذا تساوي خمسة أ ناقص سبعة على أ. الآن نمر إلى السؤال الثاني. السؤال الثاني، إذا تقنية المكملة بتغيير المتغير، نضع تي تساوي، إذا نضع تي تساوي جذر مربع إكس، إذا هذا يستلزم أن دي تي تساوي مشتقة الدالة راسين بـ إكس في دي إكس، مشتقة راسين بـ إكس إذا هي واحد على جوج جذر مربع إكس إذا في دي إكس. من هنا استنتج بطبيعة الحال أن دي تي، إذا دائما هذا يستلزم أن دي تي تساوي واحد على جوج، أعوض راسين بـ إكس بـ تي، إذا جوج على تي دي إكس، وهكذا. إذا فنجد تعبير دي إكس بدالة دي تي تساوي جوج تي دي تي. بطبيعة الحال استعمال تقنية ضرب الوسطين، جداء الوسطين يساوي جداء الطرفين دي إكس، إذا نحتفظ بها. ثم نعبر عما بداخل التكامل بطبيعة الحال بدالة تي، إذا محطة ثانية بطبيعة الحال، إذا لدينا جوج زائد واحد على جذر مربع إكس في إكسبونسيال
اسمها سي ام راسين دو اكس دي اكس اتيغال، اذا دي زاوية راسين دو اكس بي تان زيد اثنان زائد واحد الى التال، سبون سي الواحد ناقص تي، ودي اكس نعوضها بقيمتها، اذا في اثنان تي دي تي. اذا نقوم بادخال تي هنا بطبيعة الحال، اذا تي اذا جوج تي اذا زائد واحد اكسبون سي الواحد ناقص تي دي تي. إذا تبقى لنا فقط المحطة الثالثة وهي تغيير محدي التكامل. إذا لدينا تي، إذا تي تساوي إكس تساوي إكس يساوي واحد، أي إكس يساوي أربعة، إذا هذا يستلزم أن تي تساوي جذر مربع واحد تساوي واحد، وتي تساوي جذر مربع أربعة تساوي اثنان. وبالتالي إذا نستنتج بفضل تقنية المقابلة بتغيير متغير أن إي دو تساوي التكامل، إذا من واحد إلى أربعة تصبح من واحد إلى اثنان، إلى اثنان الدالة بطبيعة الحال، إذا تكتب واحد زائد جوج تي إكسبونونسيال واحد ناقص تي دي تي بإخراج اثنان بفضل خطأ للتكامل غراس على لينياريتي دو لانتيغرال، دونك واحد جوج. إذا واحد زائد جوج تي إكسبونونسيال واحد ناقص تي دي تي، إذا تساوي اثنان، والتكامل من واحد إلى اثنان بطبيعة الحال هو التكامل الذي وجدناه سابقا، أي الذي رمزنا إليه إي واحد تساوي اثنان في إي واحد، وبهذا نحصل على النتيجة النهائية، إذا اثنان خمسة ناقص سبعة ألف. إذا بهذا نكون قد أنهينا هذا التمرين الرائع جدا، والذي يزوج بين تقنيتين المكاملة بالأجزاء والمكاملة بتغيير متغير. إذا لا تنسوا كالعادة إذا الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس لتكون أول مستفيد بكل ما هو مفيد وجديد، وشاركوا أيضا هذه الفيديوهات عبر مواقع التواصل الاجتماعي لتعم الفائدة، فالفائده الدل على الخير كفاعله. إذا نلتقي مجددا إذا لاحقا إن شاء الله.